نستشهد عندما نحن على تم الاستعدادات الآن وابتدأناها منذ أكثر من 7 شهور من شهر فيبري. الاستعدادات هذه تتمثل في أننا وضعنا تنظيماً هيكلياً وخطة تشغيلية لكل المشهد، وهناك خطط تفصيلية للتسكين وللترحيل ولمشاعر ميناء وعرفة والإرشاد الديني والتوعية الصحية والإدارية والتنظيمية. كذلك في التنظيم الهيكلي هذا عملنا تنسيقية في مكتب تنسيقية في المدينة، وعملنا مكتب إشراف عام، وعملنا آليات وتنظيمات بشكل تؤدي إن شاء الله إلى المتابعة المستمرة وإلى الإشراف والتسيير وتأمين المشهد بما يحقق نجاح بإذن الله. وعندنا أيضا العام هذا عملنا أول مرة نعمل دورة تكوينية 3 أيام للإخوة المرشدين الدينيين والمرشدات. أيضا عندنا ندوة قنينة الحاجة الكبرى غدوة بنزل افريقيا يحضرها كل البعثة الإدارية اللي هي فيها البعثة القضية والبعثة الإرشادية الدينية والبعثة الصحية ومجموعة الطاقم الإداري. أول رحلة إن شاء الله ستكون يوم 24 سبتمبر من مطار تونس قطار، وتتولى الرحلات إلى يوم 8 أكتوبر. لنا أيضا على مستوى اللقاءات عندنا كذلك لقاءات مع رؤساء الإمارات مع رؤساء الطائرات، هذا كله إن شاء الله يمشي بالمعنى هذا الذي نأكله بالنسبة لكم الحجاج أنه الحج إبادة، الحج عمل فيه مشقة عظيمة لابد من الاستعداد البدني والنفسي والعلم بما يضمن إن شاء الله نجاح هذا الموسم. والتسعيرة تتحدد من جهات، وثم تقويم اقتصادي، وثم هيئات، وثم معايير موضوعية في كل تسعير. نجموا يعرفوا هذا على المعايير الموضوعية في التسعير تلقاه. المساجد ليست للأحزاب، ليست للتجارب الحزبية. المساجد إنما هي لتأطير الناس تأطيرا تربويا، تأطيرا عباديا، تأطيرا ينمي فيهم سلوك العمل الصالح وقيم الفضيلة وقيم الخير. أما أن يقع توظيف حزبي أو توظيف سياسي أو أجندة معينة، كل هذا مرفوض في المساجد كما هو مرفوض في الإدارة، كما هو مرفوض في الإعلام، كما هو مرفوض في كل مؤسسة، هي مؤسسة دولة، مؤسسة وطن، ليس المؤسسة الحزبية خاصة.